بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بسنه ثانيه. هبتدي النهارده معاكم البنكرياس. احنا قلنا في جلاندز اسوشيتد وذ ديجستيف تيوب، السليفر جلاندز قلناهم بالثلاث انواع الباروتيد والسب مانديبولار والسب لينجوال. هبتدي دلوقتي ان شاء الله البنكرياس. هناك كان السب مانديبولار والسب لينجوال والسب والباروتيد دول كلهم بيور اكسوكراين جلاندز، يعني بتطلع السكريشن عن طريق دكت. لكن البنكرياس بنقول عليه ميكسد دكت جلاند، ميكسد جلاند. ليه جزء بيطلع اكسوكراين سكريشن عن طريق دكت سيستم، وليه جزء تاني بسميها الاندوكراين سكريشن. طبعا احنا عارفين في الاناتومي ان البنكرياس انترا ابدومينال اورجانز، موجود اللي هو فين؟ في الابدومينال كافيتي، في الابر بارت بتاع الايه؟ بتاع الابدومين، تمام؟ فاذا لكن اعرف انها بتطلع دايجستيف انزايم وهرمونز، بتطلع دايجستيف انزايمز اند هرمونز. تعالوا مع بعض نتكلم على كل جزء، وهي بسيطه خالص مش عمليه كومبلكس. انا عندي لها زي اي جلاند في ستروما وفي بارينكيما، فهنا عندي الاستروما وفي بارينكيما زيها زي السليفر. هنا بقى في الاستروما في كبسول، في الترابيكولي وفي ريتيكولار فورميشن، تمام؟ زيها برضو زي الباروتيد. الكبسول بور ديفلوبت، بور ديفلوبت انتر ابدومينال اورجن، بور ديفلوبت. والسبتة ثين، والسبتة ثين او الترابيكولي ثين. والريتيكولار فورميشن اللي هي كونكتيف تيشو موجوده عندنا لها، يبقى ده الاستروم. لكن تعالى للبرينج، البرينج بقى فيها جزئين، جزء اكسوكراين وجزء تاني اندوكراين. اكسوكراين واندوكراين. الاكسوكراين هيطلع الانزيمز وزيها زي الباروتيد والسب مانديبولر، في جزء سكريشن سكريتوري بارت وفي دكت سيستم موجود عندك. الاندوكراين دول مجموعه من السيلز نو دكتس، هم سيلز او كلاستر اوف سيلز، تجمعات للخلايا بينهم بلاد فيزلز، وهنتكلم عليهم بعد شويه. تعالى للاكسوكراين بارت بتاع الباروتيد بتاعت البنكرياس. البنكرياس بنقول عليها زي الباروتيد. الباروتيد احنا قلنا انهي نوع من الاسيناي فيها؟ سيرس اسيناي. سيرس اسيناي. يبقى البنكرياس هلاقي فيه سيرس اسيناي. دي الكاركترز بتاعت السيرس، انا برسم دول كده السيرس اسيناي، بالكاركترز بتاعت الايه؟ السيرس اسيناي. السيرس اسيناي كانت بيراميد سيلز اهي. بيراميد سيلز ويز بيزل راوندد ان نيوكليوس، موجوده كده. باللايت مايكروسكوب قلنا الخلايا بيزل بيزوفيليك والايبكس اسيدوفيليك، ده السيلز موجودين عندي اسيدوفيليك. ده هي الكاركترز بتاعت الايه؟ السيلز. فهنا لما اجي اخد السيل دي كده او الجزء بتاع السيلز اهو، وادي البيراميد سيلز اهي، وادي بيراميد سيلز جاي جنبها بالشكل ده. فهنا بالالكترون مايكروسكوب بلاقي النيوكليس هنا موجوده في البيز، جولجي سوبرا نيوكليا، سكريتوري جرانيولز موجوده عندي على الايبكس اهي، وهنا رف اندوبلازميك ريتيكولم، رايبوزومز، ميتوكوندريا موجوده في البيز. يبقى ده بيخليه بيزل بيزوفيليك والايبكس اسيدوفيليك زي كده. السيلز مع بعضها البعض في جنكشن كومبلكس زي الانتستينال سيلز، زولولا اوكلودنس ادهرنس اند ماكيولا ادهرنس، يبقى في جنكشن كومبلكس مع السيلز وبعضهم البعض. يبقى هنا دي الكاركترز بتاعت الاكسوكراين بارت بتاعت الايه؟ البنكرياس اللي هي الاسيناي. طيب هنا بقى في الدكت سيستم، لو انت فاكر معايا في الباروتيد قلنا ادي الاسيناي وطالع منها اول دكت اسمها انتركاليتد، مش كده؟ دي كانت مين؟ بتاعت الباروتيد. لا انا هنا بقى بص معايا، ادي الاسيناي اهي، تمام؟ الاقي الاسيناي يخش الدكت جواها في القلب كده وتروح عكسه كده نفسها وراجعه تاني بالانتركاليتد. الدخله اللي هو دخلتها ديت دكت داخله في السنتر بتاع الاسيناي، يعني الاسيناي كده ادي الدكت اهي وادي الاسيناي، ابص الاقي الدكت داخله جوه الاسيناي. داخلة الغالب بسميها سنترو اسينار، بسميها ايه؟ سنترو
اسينار دكت، وادي هنا السيلز موجودين عندي سنترو اسينار دكت. يبقى هنا الدكت ديت اسمها سنترو سنترو يعني في السنتر جوه الاسيناي. اللايننج بيسيليا بتاعها سكويمس ايبيسيليا بالشكل ده، ده فلات ايبيسيليا سكويمس ايبيسيليا، ده اللايننج بتاع الايبيسيليا بتاعها. تبتدي الاسيناي ديت تروح ل قبل ما نسيبها السنترو اسينار دكت، الوظيفه بتاعتها بتطلع باي كربونيت سكريشن. انا عايز الباي كربونيت ليه؟ لا تعالى بقى، انا مش قايل لك ان الديودينام كان بيستقبل الاسيديك كاين، كان في ديفنس ميكانيزم في الديودينام اللي هي برونرز جلاند بيطلع، يعني الديودينام نفسه بيطلع الكلاين سكريشن عشان يعمل نيوتراليزيشن للاسيديك كاين. نفس الكلام البنكرياس بيصب عليه باي كربونيت سكريشن علشان يعمل نيوتراليزيشن برضه للاسيديك، يبقى هي ريتش ان باي كربونيت علشان هتعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي بتاعت مين؟ الالكالاين سكريشن نيوترايزد للاسيديتي بتاعتها. طيب اطلع من الدكتز هروح بعد كده لانتركاليت الدكت، زيها زي البروت انتركاليت الدكت، تمام؟ يبقى بعدها بلاقي انتركاليت الدكت اللي بيسيلم بتاعها كيوبويدا زي البروت. اها الانتركاليتد مع الانتركاليتد تروح للانترا لوبولار داكت، للايه؟ للانتر لوبولار داكت، للانترا انترا لوبولار داكت. طيب الانترا لوبولار بتصب للانتر لوبولار داكت معايا، يبقى هنا السنترو اس راحت لمين؟ لما نرسم كده ادي الجلاند اهي البنكرياس، ادي الترابيكولي، وادي الليبيولز، هنا في الليبيولز في الاسيناي، ادي طالع منها هنا اول واحده السنترو اسينار راح الانتركاليت، راحت هنا لمين؟ لضغط هنا موجوده جوه الليبيولز بسميها انترا لوبولار داكت. انترا لوبولار مع انترا تتجمع للانترا انتر لوبولار داكت، انتر لوبولار داكت. الطبيعي بقى زي البارود تروح للانتر لوبر، ها؟ لا هنا مش موجوده بقى الانتر لوبر، مش موجوده الانتر لوبر. يبقى هنا تاني، يبقى هنا الاسيناي طالع منها سنترو اسما راح للانتر كاليت، الانتر كاليت اتثبت في الانترا لوبولار، انترا لوبولار اتثبت في الانتر لوبولار، انتر لوبولار بتصب في المين داكت بتاعت البنكرياس اللي هي لايند باي سيمبل كولامينر، وراح تفتح في الابدومين عن طريق الديودينام عن طريق امبولا اوف فاتر. يبقى هنا خلي بالك زودت داكت وشلت داكت عن الباروتيد، الباروتيد كان فيه بالترتيب كده انتركاليتد، هنا في انتركاليت بس كان قبلها في البنكرياس زودت السنترو اسينار داكت. في الانتر باروتيد بعد الانتر لوبولار لازم تروح للانتر لوبر، تمام؟ لا هنا بقى في البنكرياس بشيل الانتر لوبر واصب بقى دول مباشره في المين داكت، روح كل دول صابين فين؟ في المين داكت بتاعت البنكرياس اللي هي تروح تفتح في الامبولا اوف فاتر. يبقى شلت ال حطيت الداكت دي بنسميها سنترو اسينار داكت وشلت داكت اللي هي انتر لوبولار داكت. يبقى ده كان السكريتري او اكسكراين بارت. مين الانزيم بتاعت البنكرياس؟ دايما هي برو انزيمز بتطلع التريبسينوجين، كيمو تريبسينوجين، لايبيز، فوسفاتيز، الاستيز، امايليز، ده كله بيساعد في عمليه الدايجيشن. بين الخلايا ديت بقى بين الاسيناي دي لقينا في كبسول صغيره كده رفيعه وحاجزه مجموعه كلاسترز اوف سيلز، مجموعه من السيلز موجودين هنا. المجموعه السيلز دي منهم شايفين الخلايا الصغيره ديت بينهم بلاد كابيلاريز او بلاد فيزلز، بينهم بلاد كابيلاريز او بلاد فيزلز. ليه؟ لانها اندوكراين، فالسيلز دي السكريشن بتاعتها هتروح لبلاد فيزلز، يبقى عندي فيه كلاستر تجمعات من السيلز اوف سيلز وهنا فيها بلاد فيزلز. دي كلها على بعضها بسميها اندوكراين.
بنكرياس اللي احنا بنسميها ايلتس اوف لانجرهانز. ايلتس اوف لانجرهانز، تجمعات لانجرهانز. يبقى هنا مجموعه السيلز اللي هي موجوده عندي اللي هي ايلتس اوف لانجرهانز، يبقى هي سيلز سكاتر في البنكرياس، وبتبقى معاها كلاستر اوف سيلز، مجموعه من البلاد كابيلاريز، ودايما بنلاقيها عند التيل اوف البنكرياس، يعني اباندنت في التيل بتاع البنكرياس، زي ما انتوا اخدتوا في الاناتومي ان البنكرياس بالشكل ده، ليه هيد وليه بودي وليه تيل. هي هنا الايلز والجلانز موجوده بكميه كبيره في الايه، في التيل بتاعه البنكرياس. هما مجموعه من السيلز، فيهم سبعه سيلز، الفا بيتا دلتا جي سيلز بي بي سيلز سي سيلز اند جانجليونيك سيلز. رقم واحد اللي هي الفا سيلز، تعالى نتكلم عليهم بقى مجموعه السيلز دي مع بعضنا البعض. الالفا سيلز دي من الخلايا اللي هي بتاعت الاندوكراين. لما بنيجي نمسك السيلز دي باللايت مايكروسكوب بتمثل حوالي 20% الفا سيلز، 20% هي اسيدوفيليك سيتوبلازم، بنلاقي السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك بالشكل ده، ده السيتوبلازم اسيدوفيليك. بنلاقيها ان النيوكليوس بتاعتها ظاهره ليا او واضحه، تمام. واخش على الالكترون مايكروسكوب هلاقيها ريجولار جرانيولز، يعني مش ماشيه كده الحبيبات مش عاكسه بتاعتها، وادي تظهر حبيبات باللون الاسود بالشكل ده اهي. الكور بتاعها او الجرانيولز، لان هنا في جرانيولز، هنا في حبيبات ديت اللي هي سكريتور جرانيولز، هتطلع منها سكريتور. همسك واحده من الجرانيولز، مش السيل، همسك واحده من الجرانيولز، يبقى ده شكل الايه؟ الجرانيولز، شكل الجرانيولز. ايه شكل الجرانيولز اللي عندي؟ بالشكل ده. تعالى نوصف الشكل ده، الكترون دينس كور، يبقى الكور بتاعها الكترون دينس، وحواليها اطار الكترون ريوسر، دي شكل الجرانيولز اللي هي موجوده جوه الالفا سيلز. اتطلع ايه الالفا سيلز؟ جلوكاجون، هرمون جلوكاجون، بيزود بلاد جلوكوز ليفل، انه بيكسر الجلايكوجين في الليفر فبيطلع الجلوكوز للليفر، ده المين الالفا سيلز. طيب بيتا سيلز، بيتا سيلز هي نفس السيلز عندي، بس هنا بنقول عليها بوليجونال، يعني بنلاقي الخليه مش منتظمه، النيوكليوس موجوده اهي والسيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك، السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك سيتوبلازم، لونه ازرق بيزوفيليك سيتوبلازم. الجرانيول برضه فيها ويل ديفلوبد اورجانيزم، لكن تعالى بقى نشوف الجرانيولز بتاعتها. بلاقي الجرانيولز اللي هي اللي موجوده عندنا نوت ويل ديفلوبد، اعكسها هنا الاقي الكور صغير اللي هو الدنس وايد، يبقى هنا الكور اللي هو الدنس كور والكترون ريوسنج، فبلاقي الجرانيولز موجوده عندي. دي شكل الجرانيولز، دي شكل الجرانيولز، تمام، دي شكل الجرانيولز. فلما اشوف الجرانيولز دي في خليه اعرف ان انا في خليه البيتا، لو شفت الجرانيولز دي اعرف انها في خليه الالفا. تعال نشوف النسبه بتاعتها كام، حوالي 70%، يعني هي من اكبر النسب بتاعت الخليه بتاعت الايلتس والجرهانز. طب الوظيفه بتاعتها ايه؟ هي اللي بتطلع الانسولين، اللي هو لو حصل ديفكت في الانسولين الانسان يصاب بالسكر، اللي هو ارتفاع السكر، لانها هي الوظيفه بتاعتها بتقلل السكريشن او بتقلل البلاد جلوكوز. الدلتا سيلز 5% سكاترد بين البيتا سيلز، وبنلاقي الجرانيولز بتاعتها الكترون هوموجينس جرانيولز بميه واحده، يعني مفيش حته فيها الكترون لوسنت والكترون دينس، وبتطلع سوماتوستاتين هرمون اللي هو بيروح يحفز الانسولين، بيقلل الانسولين ويقلل الجلايكوجين سكريشن، ويروح يقلل الانتستاينال موتيليتي، بيقلل الحركه بتاعته. ليه؟ علشان هيطلع الجروس هرمون اللي هو هيبتدي يعمل تجديد للخلايا. جي سيلز اقل منها وبرده سكاترد، وبتطلع الهرمون يحفز الاتش سي ال سكريشن. بي بي سيلز او اف سيلز برضو قليله وسكاترد بين السيلز، وهي من بيقول عليها بي بي، يعني بولي بنكرياتيك بولي بيبتايد،
بنكرياتيك بولمونري. يبقى اذا راح للبنكرياس هتعمل ايه في البنكرياس؟ تقلل السكريشن. هي اصلا السكريشن لمين؟ للاكسوكراين بعض. سي سيلز دي بنقول عليها ريزيرف سيلز برضو فيو. وفي الاخر جانجليونيك سيلز اللي هو النيرف سيلز اللي هو كنترول سكريشن اوف بنكرياس عندنا. يبقى دي الايلتس اوف لانجهانز كلاستر اوف سيلز متحوطه بسيم ديليكت كبسول منهم بلاد كابيلاريز لانها اندوكراين منهم الفا سيلز 20% بيتا سيلز 70% وبقيه السيلز الثانيه. لكن انا في الكومبارزون بين الالفا والبيتا اسيدوفيليك بيزوفيليك جرانيولز كور او الكترودنس سيك، لكن هنا الالكترونيوسنت فين؟ هنا العكس، الالكترودنس كور قليل والالكترونيوسنت كتير. يبقى احنا كده خلصنا مع بعض البنكرياس او الاندوكراين بارت اوف ذا بنكرياس.